مشاهدي بلقيس اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. نتناقش معكم ونتشارك النقاش والاراء حول العديد من المواضيع والقضايا المهمه بالنسبه لكم. حتى مطلع مارس الماضي استلم نحو 180 ألف يمني من حاملي هوية زائر جوازاتهم من إجمالي 460 ألف مغترب منحوا هوية زائر تنفيذا لقرار أصدره الملك سلمان بعد 19 يوما من انطلاق عاصفة الحزم تقديرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها اليمن. مطلع إبريل المنصرم دشنت السلطات السعودية الحملة الأمنية المعروفة باسم وطن بلا مخالف، وحتى اليوم لا يزال أكثر من 200 ألف يمني من حاملي هوية زائر بدون جوازات لأسباب تتعلق بالإجراءات، وبالإضافة أيضا إلى ألم الغربة ومعاناة عدم الاستقرار في بلد الغربة والنزوح. يعاني اليمنيون من تقصير الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية والقنصلية في المملكة العربية السعودية في متابعة شؤونهم. فئة حاملي هوية زائر هم الأكثر تضررا من أي إجراءات أمنية تستهدف الوافدين في المملكة العربية السعودية، كون كثير منهم في حالة مخالفة لعدم امتلاكهم جوازات ودون كفلاء أو لم تنقل كفالاتهم، ناهيك عن ضحايا بلاغات الهروب وغيرهم. قبل البدء في النقاش واستقبال اتصالاتكم عن موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة حول معاناة حاملي هوية زائر، نتابع التقرير التالي الذي أعده الزميل وديع عطا ولخص فيه أهم مشاكل حاملي هوية زائر. نحن نطالب مطلبنا بسيط، نشتي خروج وعودة، يتسنى لكل واحد منا أن يشوف أهله. بهذه الكلمات يلخص المغترب اليمني معاناة حاملي هوية زائر، عبارات تعكس عمق الألم، فليس أشد على المغترب البعيد عن أهله من أن تتكالب عليه ظروف البعد والحرمان والبطالة في بلد الاغتراب. ثمة حقيقة لا يمكن تجاوزها، أن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لم يتعاطوا مع نحو 300 ألف يمني دفعت بهم ظروف الحرب إلى بلاد الحرمين على أنهم لاجئون، ولم يرد لفظ اللجوء في أي من القرارات الملكية ولا التعليمات الحكومية. لكن الحقيقة الأكثر إلحاحاً أن اليمنيين الذين جرت تسوية أوضاعهم بموجب القرار الملكي في مايو من العام الماضي لا يزالون في أمس الحاجة لشيء من المرونة النظامية، سيما في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يشهدها اليمن الجريح، خصوصا مع التقصير الملحوظ من الجهات الحكومية اليمنية المعنية بمتابعة شؤونهم. ويمكن إجمال المشاكل التي تواجه أغلب المغتربين اليمنيين والتي تتمثل في بلاغات الهروب أو المخالفة وبصمة الحج وبصمة العكس، وأغلب هؤلاء منحوا هوية زائر وحصل نحو 200 ألف منهم على جوازات سفر لترتيب أوضاعهم، ناهيك عن المتخلفين من أصحاب تأشيرات العبور أو من قدموا بتأشيرات عمل ولم تصدر لهم هوية مقيم. جميع هؤلاء بحاجة ماسة لحلول سريعة لوجود معوقات فنية وإجرائية تحول دون تسوية أوضاعهم بشكل نظامي. ولعل أهم الأسباب تكمن في تقصير الحكومة الشرعية تجاههم، إضافة لعدم توفر سفارة سعودية في اليمن ليتسنى للمرحلين منهم العودة بشكل نظامي. خلاصة الأمر أن اليمنيين بحاجة ماسة لمزيد من المرونة السعودية لمراعاة احتياجاتهم الإنسانية، كونهم ضحايا محصورين بين قوانين الغربة وظروف الحرب وتداعياتها. إذن تابعنا التقرير، كان حول الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة من برنامج المنصة حول معاناة حاملي هوية زائر. حاول الزميل وديع من خلال التقرير تلخيص أهم المشاكل التي يعاني منها المغتربين من حاملي هوية زائر. كما ذكرنا في مقدمة الحلقة، هناك مئات الآلاف من اليمنيين من حاملي هوية زائر، ربما تقريبا
60% أو 65% منهم حصلوا على جوازاتهم، تبقى قرابة 180 ألف ما زالوا في طور المعاملة. أذكر بإمكانية التواصل معنا مباشرة حول الموضوع من خلال أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا التفاعل من خلال التعليق المباشر من خلال صفحة القناة والبث المباشر. لدينا اتصال الأخ صلاح. أهلا وسهلا بك صلاح. أهلا وسهلا فيك أخي سامي. صلاح تفضل، بالنسبة لك ما أهم مشاكل حاملي هوية زائر؟ المشاكل التي نعاني منها كحاملي هوية زائر في البداية أنه السلطات اليمنية لا تعيرنا أي اهتمام، يعني بهذا الجانب، وتركتنا نواجه مصير الحملات الأمنية، مصير هذه بالنسبة لي مشكلة. طيب الأولى، المشكلة الثانية أننا لا نستطيع أن نسافر إلى أرض الوطن، يعني لنا إلى الآن أكثر من سنتين ونصف. يعني طيب يا صلاح، لا نستطيع أن نسافر. صلاح، هذا السؤال هو مطروح عليكم جميعا حاملي هوية زائر، ما الذي يمنع حتى الآن أن تذهب وتصحح أوضاعك؟ هناك كان فرصة وقرار ربما تصحيح وضع المخالفين بعد 19 يوم من 26 مارس بدء عاصفة الحزم، لماذا التأخير حتى الآن؟ لماذا لم تذهب وتصدر وتستخرج جواز وتبدأ بإجراء تصحيح وضعك؟ لا، أنا من الأوائل الذين تم الذي أنا خرجت هوية جواز سفر ومشيت بالخطوات الرسمية التي نزلت من المملكة العربية السعودية، مشينا فيها بالترتيب. يعني إلى الآن إحنا توقفنا عند إصدار أهلية عمل، أصدرنا أهلية عمل، منتظرين إلى أن يتم إصدار جوازات لبقية حاملي هوية زائر. إلى الآن كما ذكرت سابقا، إلى الآن تم إصدار 180 ألف جواز فقط، بقية الإخوة اليمنيين لم يحصلوا على جوازات. طيب صلاح، بما أنك يعني حتى نستفيد من الخبرة التي عندك الآن في المعاملة والتحويل من هوية زائر، بالنسبة للإجراءات التي تتم يعني وفق تجربتك أنت، ما هي الخطوات التي مريتم بها لتصحيح وضعكم من هوية زائر حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي؟ الخطوات التي تمت من وقت استخراج هوية زائر في البداية كانت المعاملة في استخراج أول نسخة من هوية زائر، استخرجناها عبر المعاملة من قبل الجوازات السعودية، وبعدين كان المعاملة إلكترونيا عن طريق الكفيل اليمني، كل 6 شهور تدفع مبلغ معين وتستخرج الهوية، والهوية صالحة لمدة 6 شهور. استخرجنا أربع نسخ من هوية زائر، كل واحدة لمدة 6 شهور. بعدين على أساس سوينا أجير. الأجير هذا يتيح لك أنك تسوي عقد عمل مع الشركة اللي أنت تشتغل معها، تسوي أهلية عمل أنك إنسان مؤهل في المكان هذا اللي تشتغل فيه. تمام، سوينا الخطوات هذه كامل، والآن منتظرين القرار اللي بينزل. طيب منتظرين القرار الذي سينزل، يعني الإخوة في المملكة العربية السعودية، هل هناك إجراءات واضحة يعني أنه هوية زائر هذه يمكن تتيح لك الانتقال إلى مرحلة أنك تعمل وتتاح لك فرص العمل داخل المملكة العربية السعودية، أم هو ربما فقط تجديد لهوية زائر كل 6 أشهر تجديد آخر؟ لا، هي بالأساس تتيح لك العمل، أنت تستطيع أن تعمل في أي جهة، بس المشاكل اللي نعاني منها مثلا أنا أشتغل في شركة لا أستطيع أن أستخرج رخصة قيادة، لا أستطيع أن مثلا أسافر إلى اليمن، لا أستطيع أن أتمتع بالمزايا التي يتمتع بها حاملي هوية. طيب هل المسألة هي مسألة وقت، يعني أنه يصدر قرار سعودي مثلا من بعض الإدارة والموظفين في إدارة الدنيا، أم ربما الموضوع بحاجة لقرار ملكي ربما أو قرار أكبر يعني؟ والله حسب معرفتنا احنا انه المسألة مسألة وقت، والتأخير هي من جانبنا احنا اليمنيين، الجانب اليمني، يعني استخراج الجوازات بطيء بشكل كبير، والمسألة طول، يعني احتمال طول سنة ثالثة.
طيب سؤال أخير طيب سؤال أخير صلاح، أصدرت الجوازات لـ400 ألف تقريبا، هل هؤلاء الـ400 ألف التي صدرت لهم القرارات الجوازات هل انتهت معاناتهم وتم تحويل إقامتهم من هوية الزائر إلى ربما أتيحت لهم فرصة للعمل؟ أنا عن نفسي أنا تميت الإجراءات كاملة، يعني الإجراءات المتبعة اللي نزلت من قبل الجوازة السعودية أنا تميتها كامل. آخر خطوة هي عمل اللي هو أجير فقط، ما لا أعلم إذا كان شخص تم تحويل هويته، ما أنا عن نفسي أنا لم يتم تحويل طيب هويتي ولا زلت أحمل هوية زائر. طيب شكرا لك، شكرا لك أخ صلاح. فقط قبل أن نستقبل الاتصال الأخ علي هاني يقول أريد أخي سامي أعطيك تفاصيل المشكلة، بإمكانك التواصل معنا. والأخ ربما أبو حبيب يقول ما فيش إقامة رسمية. أنا أقرأ التعليقات من البث المباشر على صفحة قناة بلقيس، بإمكانكم التفاعل معنا والمشاركة. صفوان الهرش يقول خرط، ما فيش أي واحد معه هوية زائر تحول لإقامة بطول الكذب. طيب اتصال آخر الأخ حمدي من المملكة العربية السعودية. أهلا حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام حمدي، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. والله يا أخي أنا من الناشد الملك سلمان قال لنا حل، أننا مقيم ومعذب هنا، مقيمين ومعذبين بعض أخواننا والله. تمام، ما هي المشكلة؟ المشكلة والله عقيد أنا صاحب شاحنة من اليمن. طيب ألو اسمعك حمدي، بس لو تقف في مكان يكون واضح الصوت. عقيت ايوه عقيت هنا في زيف ساعك شاحنه ثم نقلت على واحد من الرياض، انا بشتغل معاه. تمام. اشتغلت معاه 5 شهور. تمام. حاسبناك شهرين و3 شهور ما رضي يحاسبنا، يا رحت شكيت مكتب العمل. لما شكيت ابو مكتب العمل طبعا ايش يسوي؟ سوالي خروج نهائي، والخروج النهائي لليمنيين هذه في هذه الايام مش ما رحلوا ناس ولا اعتبروا روح للجوازات. قام رجع ذكرنا على ولده، ولده سوالي بلا غروب، والان لي سنتين والشكوى عقد في مكتب الامل، طلعت الشكوى كامل وانا تابع القضيات ولا حصلت اي حكم. طيب هذا موضوع ثاني ربما غير موضوع هوية زائر، وهذه معاناة يعاني منها الكثير من المغتربين، ربما التعسف من قبل الكفلاء. ربما نفرد لهذا الموضوع حلقة من المنصة. شكرا جزيلا لك أخ حمدي. هناك مشاركة فقط من الأخ عادل عامري على صفحتنا على الفيسبوك يقول القرار الجديد لصاحب هوية زائر لازم انك تسجل بموقع أجير، وبعدها يمكن هويتك تتحول لهوية مقيم اذا صدر قرار من الجهات المختصة. اتصال هيثم، الأخ هيثم، أهلا هيثم. مساك الله بالخير أخ سامي وأنتم الأخوان المشاهدين، وأشكرك على البرنامج هذا أخ سامي. شكرا لك هيثم، تفضل هيثم، ما هي مخاوفكم كحامل هوية زائر؟ أنت من حامل هوية زائر أم مقيم بشكل رسمي؟ لا والله عندنا هوية زائر يا أخ سامي. طيب إلى أين وصلت المعاملات؟ ما الذي يعني؟ والله وصلت عند الجوازات، هم قال لك استخرجوا جوازات وبعد الجوازات تصحيح اوضاع، هذا كان اخر كلام وزير بعد ما تستخرج جواز سوف يقام اقامه رسميه. تمام. وبعد كذا هي طولت المسيره العام الماضي يا اخ سامي، فمننا نحن يعني منهم مغتربين كثير، نحن هنا في داخل الغربه، طيب يعني صرنا زي المسكونين. وهم على اساس انه يقول لك، في بعض منهم يقول لك على اساس انه باقي الناس يستخرجوا الجوازات. انت عارف يا اخ سامي انه نص الناس من اصحاب زاير طفشوا وسافروا. اكيد واضح هذا بسبب الحرب. تقريبا 460 الف العدد بحسب الاحصائيات. طيب المتوفر. انت ايش عرفك بالعدد انهم موجودين في المملكه او سافروا؟ انا الذي اعرفه ان اغلبيه الناس هم سافروا من المملكه العربيه السعوديه. تمام. على اساس انهم طفشوا لحيث انهم قددوا 6 اشهر، بعد 6 اشهر هل من يوم ما طرحوا البرامج هذه على القنوات التلفزيون احد من المسؤولين تجاوب او عرفنا احنا ايش القضيه اخر المستجدات؟ طيب ايش الان تحميل عتب على السفاره اليمنيه والقنصليه اليمنيه في السعوديه؟ ما المطلوب منهم؟ ما المطلوب؟ وزير المغتربين هذا العتاب عليهم هم على اساس هم ينسقهم على الاخوان السعوديين
جزاهم الله الف خير، هم ما قصروش، بس نحن نبغى نعرف اخر المستجدات من عند المسؤولين. نحن كاشخاص مغتربين ما نعرف ايش اللي يدور. طيب الاجراءات واضحه يا هيثم، انك تذهب وتستخرج جواز ومن ثم تدخل على نظام اجير وتكمل معاملاتك من خلال الابلكيشن او البرنامج الخاص باجير. كل الناس يعني يسووا خدمه اجير، هذا على اهالي العمل يعني اصحاب الشرائك المؤسسات، هم الذي بيدخلوا هذه الخدمه ويسددوا الرسوم. بس متى يستخرج الاقامه ومتى بيكون وكيف وليش في ولا ما في، يعني الواحد يشوف له حل يعني. لكن تجديد ورا تجديد، ما فيش اي واحد من الوزراء هل هو بين لنا ايش الكلام. هل والله بالنسبه للوزراء معانا يعني. شكرا لك هيثم. فقط تعليق على موضوع الوزراء والحكومه، حاولنا التواصل مع وزير المغتربين لكن للاسف لا يرد على التليفون. ايضا وكيل وزاره المغتربين الاخ فاضل بن عطاف تواصلنا معه حتى يكون معنا ويضعنا في صوره ما هي الاجراءات التي قامت بها حكومه بن داغر وتواصلاتها مع الجانب السعودي، لكن وكيل الوزاره الاخ فاضل بن عطاف رفض المشاركه وقال ربما ان الموضوع هو بيد وزير المغتربين، يفترض ان نتواصل مع وزير المغتربين. على العموم نتمنى لهم اقامه سعيده في المملكه العربيه السعوديه، وان يكون هناك احساس بقليل من المسؤوليه ويضع الناس في صوره ما يحدث وما هي الاجراءات التي قاموا بها والينا وصلت المعامله. اتصال اخر الاخ سلمان. اهلا استاذ سامي، مساء الخير عليك. وعليكم السلام. الاخ سلمان الشريف شخصيه معروفه وهو مهتم وناشط بموضوع المغتربين. سلمان بشكل مختصر كمتابع أنت ومهتم بمعاناة المغتربين في المملكة العربية السعودية، ضعنا في الصورة يعني في الوضع الحامل هوية زائر، كيف يمكن أن تنتقل من هوية زائر إلى أن تتاح لهم فرصة للعمل، والإجراءات والمشكلة برأيك أين هي تقف، أين تعثرت، هل عند الجانب اليمني أم السعودي؟ في البداية أشكرك يا أستاذ سامي، أنت وقناة بلقيس أنكم بتقوموا بدور عجز عنه وزارة الإعلام والقنوات الرسمية. هذا واجبنا في بلقيس، شكرا لك. أتمنى أن تترك لي وقت طيب عشان أوضح للناس. طبعا أتمنى لا يكرروا إخواننا أصحاب هوية الزائر مأساة أبائنا وإخواننا في أزمة الخليج وتركوا المملكة وغادروا ورجعوا يتمنوا العودة مرة أخرى. هي تطمينات من أشخاص ثقة في الجوازة السعودية أن هذا آخر تجديد وإن شاء الله ستصرف الإقامة عما قريب، ولكن هنالك خطوات وأيضا سيستثنوا ناس عشان نوضح للناس ونكون على وضوء. طبعا أنا مهتم في المغتربين بمجال يعلم أحاول نوصل صوتهم. هنالك من سيستثنيهم القرار من دخل العبور ومرور، هذا أتمنى الحكومة تتحرك وتطالبهم. الشيء الثاني من يحملون هوية زائر أتمنى أن يتخذوا الإجراءات التي نزل بها مندوبين مكتب العمل وزارة العمل إلى جامعة الأميرة نورة. طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأخ سلمان، سأحاول نتواصل مع سلمان حتى يضعنا في صورة الخطوات والإجراءات التي يفترض السير فيها للتحويل من هوية زائر. هناك تعليق من الأخ سلطان، من الأخ هاني، يقول هاني الشاحذي على البث المباشر في الفيسبوك، هي فرصة أنكم تتفاعلوا وتواصلوا معنا. يقول المشكلة في القرار الجديد، لكي تدخل موقع أجير لازم يكون كفيلك مؤسسة. يا أخي إحنا عدد كبير مننا لا يوجد لهم مؤسسة ويعملون عند أفراد، يعني هذا القرار لا يستفيد منه إلا أعداد قليلة. إذن ربما هذه جانب من المشكلة التي تحدث، والآن ربما مع سعودة الوظائف الأوضاع تتأزم على أخوتنا المغتربين. اتصال آخر. طيب الأخ عادل عامر يقول الذي يريد أن يشتغل بشكل رسمي من أجل الحملات الجاية، يقصد الحملات الأمنية، لازم سجل موقع أجير يكون مصرح له بالعمل ولا يكون مخالف. أيضا سؤال مطروح عن علاقة حملة وطن بلا مخالف بحاملي هوية زائر ومدى تضررهم من هذا الجانب، بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم معنا. المغتربين اليمنيين ربما ليس لديهم أدنى شك من تعاون الأشقاء في المملكة العربية السعودية معهم، لكن حملة وطن بلا مخالف أثارت مخاوفهم الحقيقية من الترحيل في ظل حالة الحرب التي طالت تداعياتها أهلهم وذويهم، خصوصا وأن كثير من حاملي هوية زائر لم تستكمل إجراءات تسوية أوضاعهم لأسباب متباينة. نذهب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الفيسبوك صفحة البرنامج. مرسال يقول لا نستطيع الخروج بسبب الانقلابيين القتلة في مناطقنا باليمن، ونستطيع التكلم بسبب المتسلطين منهم محسوبين على الدولة، وما زالت العنصرية في دمهم من الحكومة السابقة، كما هي معاناة استهزاء واحتقار وضغوطات على المواطن اليمني البسيط، وكيف تريدهم أن يهتموا بوضع ما لديه هوية زائر؟ والله نحن نرى ما لا ترون أو تسمعون. الله المستعان. تمام. مشاركة أخرى.
ألكسندر عبد الله يقول: ماذا سيحدث للسعودية إذا استثنت اليمنيين فقط ولديهم المبرر أمام الجاليات الأخرى بحكم أنها تقود حرب التحالف على الانقلاب في اليمن؟ لست أدري لماذا السعودية أطلقت حملة إعادة الأمل بينما لا تعطي اليمنيين فرصة مؤقتة حتى تنتهي الحرب كأقل تقدير. كلام يا ألكسندر. ياسر علي سليمان يقول: يا أخي متنا، متى يضمون إلى مجلس التعاون الخليجي ونتحرر من كل مشاكل الإقامة؟ تمام. طيب اتصال. الأخ سلمان عاد مرة أخرى. طيب سلمان، كنت تتحدث عن الخطوات التي تم السير فيها، لو تضعنا في صورة هذه الخطوات. الخطوات هي كما وضحتها وزارة العمل: التسجيل بنظام أجير، وهو يعتبر عقد ما بين الحامل أو الزائر والمؤسسة التي يشتغل فيها. الخطوة الثانية وهو إصدار إشعار أهلية عمل أن العامل هذا مؤهل للعمل الذي يعمل فيه، يتم التسجيل واتباع الخطوات التالية. الخطوة الثالثة وهي الأهم: أوجدت وزارة العمل موقع خاص واسمه كوادر عمل، من خلاله يا أستاذ سامي يدخل العامل ممن يعمل هوية زائر، قد يكون يعمل شهادة جامعية أو أي مؤهل عادي أو أي مهنة، يضع بياناته في هذه البوابة بما يسمى بالسير الذاتية أو السي في. من خلالها يأتي دور المؤسسة السعودية عندما تقدم إلى مكتب العمل أو وزارة العمل تطلب عمالة، يكون هنالك 500 ألف داخل النظام يتم الاستعانة فيهم ويتم تحويل هوية زائر إلى قائمة رسمية. أتمنى من إخواننا أصحاب الزائر التريز وعدم الاستعجال، دائما نتكلم فيها لكي لا نكرر مأساة آبائنا في حرب الخليج. الوطن لا يسع مثل عودتهم، الوضع الاقتصادي متردي وهم من يرفدون أهلهم في هذا الوضع يا أستاذ سامي. طيب نقطتين أريد أن أناقشها معك. موضوع عدد من هم حاملين هوية زائر، هل هم فعلا 460 ألف؟ العدد هو أكبر من 460 ألف، وأنا متأكد أنه فاق 500 و600 ألف، لكن لم تشرحت الجهات الرسمية بهذا. طيب أصدرت جوازات ربما لنصفهم، نقول ل 300 ألف، 250 ألف البعض عندهم جوازات من أول يا أستاذ. وزارة الخارجية تحدثت عن 180 ألف جواز صدر لحاملي هوية زائر. طيب أنت تحدثت عن موضوع موقع كوادر عمل وأجير، هل هناك من حاملي هوية زائر من اليمنيين من تم تصحيح أوضاعهم وحصلوا على إقامات عمل وإقامات رسمية، كانوا حاملي هوية زائر وبالتالي ساروا ومضوا في هذه الإجراءات وتحسنت أوضاعهم وتصححت أوضاعهم مقصود يعني؟ طبعا هو عندما يسجل بموقع إشعار أهلية عمل سترده رسالة مفادها رقم المعاملة، وسيتم الاتصال فيه عن طريق أرقام الجوالات، أو ستصل الرسالة عن طريق كفيله الذي أصدر له إشعار أهلية عمل. طيب حصل أنه ناس استفادوا من هذا الوضع وصححت أوضاعهم من هوية زائر؟ لم يتم الاستفادة إلا باستثناء من لديه أمر من مكتب الأمير محمد بن نايف. طبعا الأوامر هذه على طول. طيب مش كل الناس قادرين يحصلوا أوامر من محمد بن نايف يعني؟ لا لا لا، بس يا أستاذ سامي هي في البداية بعض إنسان عنده واسطة وعنده ظروف خاصة قد يمكن، لكن ستأتي القائمة للكل، وأنا متأكد أنها بشارة ستوزف من المدير العام الجوازة بإذن الله، ستكون خلال المدة هذه في بداية رمضان أو أواخر شعبان بإذن الله. ولكن أنا أتمنى من الحكومة مناقشة من هم دخلوا عبور ومرور، هؤلاء ستستثنيهم الجوازة السعودية من إعطائهم هوية مقيم، لأن لديهم رقمين عدوديين. طيب الرقم الذي دخل فيه عبور أو مرور ورقم هوية زائر، هذا يحصل طيب ازدواج داخل الجهاز نفسه. طيب أنت تقول تتمنى على الإخوة المغتربين حاملي هوية زائر ألا يستعجلوا ويعودوا للوطن ولا يستفيدوا من وضعهم الحالي في المملكة العربية السعودية بحكم أن بعضهم يعمل وربما لديه أسرة في الداخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هذا الكلام وهذه التطمينات التي تقولها الآن سلمان، هل بناء على معلومات، هل ربما هناك توقعات بأن يصدر مثلا قرار ملكي أي أوامر من المملكة العربية السعودية وبالتالي يتم تصحيح وضع حاملي هوية زائر، أم ربما هي في إطار الأمنيات فقط؟ أستاذ سامي القرار هو صدر بالفعل، باقي آلية التنفيذية بس متى ينفذ. طبعا أنا أنصحهم، للأسف الشديد بعضهم يسلك الحدود. طبعا تعازينا إلى أسرة الفقيد بشير عبد سيف عبد قاسم البريهي الذي افتقد أهله لأكثر من سنين، وعشان ما يفقد الإقامة اضطر إلى الخروج إلى اليمن بطريقة التهريب، وحصل على طلقة نارية بالغلط وتوفي. أنا أتمنى من إخواني أصحاب هوية الزائر لا يكرروا مثل هذه التكرارات، عشان حياتهم مهمة لنا. طبعا نحن مقدرين وضعهم أنهم بعيد. طيب أهلهم ربما هناك مشاكل على الحدود وخوف عليهم، لكن ماذا عن وطن بلا مخالف، حملة وطن بلا مخالف؟ هل هناك تضرر من هم حاملي هوية زائر وبالتالي يتم التعامل معهم على أساس أنهم مخالفين ومن ثم ترحيلهم؟
طبعا صرحت المدير العام للجوازات والمتحدث الرسمي ان حمله وطن بلا مخالف لا تشمل اصحاب هويه الزائر، اصحاب هويه الزائر نفس المقيم الرسمي بما ان هويته مجدده ويعمل في عمل مناسب لا احد يتجرأ، لا احد يلاحقه ولا احد يعتقله. هنالك بعض الناس يكسر الحواجز والقوانين، من بعضهم يشتغلون بالبساطه العشوائيه، طبعا هي ممنوعه على السعوديين انفسهم، بعضهم يشتغلوا بمهن غير مخصصه للاجانب انفسهم. لذلك اتمنى من اخواني ان يجدوا مؤسسات واعمال من المصرح لها، وكل واحد يتشبث بفرصة عمل، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الأخبار المفرحة هي قريبا وأن يكون. طيب سلمان، تقول أن المتحدث باسم الجوازة السعودية يقول أن حملة وطن بلا مخالف لا تستهدف حاملي هوية زائر، لكن هناك أخبار تتحدث عن أنه تم إلقاء القبض واحتجاز وترحيل بعض حاملي هوية زائر. أستاذ سامي، للأسف الشديد هنالك ناس لا يهتموا بالقوانين والأنبوبة واللوائح، للأسف الشديد البعض منهم يكسر هذه اللوائح والقوانين. طبعا المملكة هي تتعامل مع اليمني مثله مثل باقي الجنسيات، طبعا للبعض للأسف الشديد البعض قلت لك يشتغل في البيع العشوائي، البعض يشتغل في أماكن فيها سعودة، البعض يشتغل مش مطلع إشعار أهلية عمل. أتمنى منهم أن يتبعوا الخطوات خطوة في خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أتمنى إقامة للكل، لكن نحن نتكلم بدون صفة رسمية، أننا نمثل لا سفارة لا ولا كناشط ومهتم ومتابع، فلذلك أنت معلن على. طيب سلمان، سؤال أخير قبل أن نختم معك، لأنه هناك اتصالات كثيرة من كثير من المغتربين الآن، تقول أنهم من هو في حامل هوية زائر والهوية التي لديه هي مجددة وضمن 6 أشهر المسموح بها لا مشكلة عليه، هل ما زالت هناك إجراءات التجديد سارية؟ هل بإمكان من انتهت هوية زائر لديه أن يذهب وتجدد له الهوية، أم ربما توقفت المعاملات؟ هي طبعا للأمانة الجوازات السعودية جندت كحكومة، كأنت تتعامل مع حكومة إلكترونية، طبعا كل شيء عن طريق نظام أبشر يتم التجديد وطلب الهوية وكذا. بس للأسف الشديد هنالك من اليمنيين أنفسهم من هم مستضيفين أناس يا أستاذ سامي وقاموا بالإبلاغ عنهم، ومن يطلبونهم مبالغ مالية، للأسف الشديد أن يكون هذا من يمني من نفس جنسيتك يعني، فيستغلون الناس البعض عليهم بلاغات، والبعض لم يصدر الهوية، والبعض عنده مشاكل بسبب كثيرة هو مستضيفه اليمني أو للأسف الشديد بعض السعوديين. فلذلك أتمنى من إخواني أصحاب الزير إيجاد الكفلاء الذين يثقون فيهم. طيب فبالنسبة الحين هو مستضيف، بعدين شكرا لك سلمان، وهي تحكم في تحكم تام. أنا ممتن لك شكرا جزيلا لك سلمان، وأعتذر عن المقاطعة. لدي اتصالات كثيرة من المغتربين، اتصال آخر من مغترب من المملكة العربية السعودية الأخ ياسين. ياسين السالمي، أهلا بك ياسين، تفضل. السلام عليكم. اتصال آخر، صدام، أهلا صدام. صدام أو ياسين؟ أخ صدام؟ طيب اتصال الأخ شعيب القديمي، شعيب أهلا بك. مرحبا أخي سامي، أولا شكرا لكم على مناقشة مثل هذه القضايا والاهتمام بقضايا المغتربين. حقيقة الشكر لقناة بلقيس ولكل طاقمها المتميز. شكرا لك، هذا واجبنا شعيب، تفضل شعيب. طبعا موضوع الحلقة يعني أتوقع أنه تكرر أكثر مرة، وهذا دليل على اهتمامكم، شكر مرة أخرى. موضوع هوية زائر، لكن يا شعيب يعني أكون صريح معك، نحن مهتمين بالقسم معاناة إخوتنا المغتربين وتحديدا حاملي هوية زائر، بس ضعنا يعني في الوسط، يعني مش عارفين أيش المشكلة وأيش الحل. والشكر موصول لكم أيضا. طيب يعني أنت أحد المغتربين ربما حاملي هوية زائر، ما هي المشكلة يعني؟ ما هي أمنياتكم؟ ما هي طموحاتكم يعني حتى يتحسن الوضع؟ يعني ما الذي يريده المغترب اليمني من حامل هوية زائر؟ أولا أخي سامي، نشكر حقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على المكرمة وتصحيح أوضاع أكثر من 540 ألف يمني بإعطائهم هوية زائر، والتي تسمح لهم بحرية التنقل والعمل في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه مكرمة ملكية كانت قبل عامين تحديدا، حيث أنه الآن البعض استنفذ مرحلة التجديد وهي المرحلة الرابعة عن طريق موقع أبشر، والتي على ضوئها كان أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم أصحاب هوية زائر إقامة دائمة، بحيث أنهم يستطيعوا الخروج والعودة من المملكة إلى اليمن أو إلى دولة أخرى، لأنه الآن أصحاب هوية زائر أصبحوا محصورين
داخل المملكة لا يحق لهم الخروج إلا بخروج نهائي على ضوءها، لا يستطيعوا أن يعودوا المملكة إلا عن طريق فيزا. والكل يعلم أنه الآن الفيزا العمل موقفة في للإخوة اليمنيين. تم استنفاذ بعضهم التجديد اللي هو المرحلة الرابعة، رغم أنه البعض حصل على جواز، لأنه من شروط إعطاء هوية مقيم، هوية مقيم واللي تختلف عن هوية زائر والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، أنه يجب أن يكون حامل جواز. السفارة اليمنية أعلنت أن قطعت أكثر من 140 ألف جواز، والبعض لديهم مواعيد وجوازاتهم أصبحت جاهزة. الكثير حصل على الجواز وحصل على العمل وأيضا على الكفيل، لكن هناك إشكالية لا ندري ما هي. أنا يعني أعرف كثير من هوية زائر من الشباب لديه عمل في شركة ولديه كفيل ولديه جواز، وإلى الآن لم يستطع إخراج الإقامة الدائمة والإقامة الرسمية، وكل ما يذهبوا يعاملوا. طيب لديه شركة يعمل فيها وكفيل، وهل سجل في موقع أجير يعني واستكمل الإجراءات الإلكترونية وفق يعني الإجراءات المعروفة داخل المملكة؟ نعم حقيقة. وحصل على رقم مهتم؟ أيوة، البعض مهتم بهذا الشيء، خاصة من أصحاب هوية الجزائر، لأنه نحن كلنا نطمح للحصول على إقامة دائمة لكي نحصل على الخدمات المتوفرة اللي توفرها المملكة العربية السعودية للإخوة المقيمين، لأنه أصحاب هوية الجزائر محرومين من كثير من الخدمات. طيب في الوضع الحالي وحتى تصدر قرارات ويتم معالجة وضع حاملي هوية زائر، هل هناك مضايقات لحاملي هوية زائر؟ هل ربما يتم ترحيل بعض منهم لأنه هناك الآن حملة معروفة داخل المملكة العربية السعودية اسمها وطن بلا مخالف؟ هل تأثير لهذه الحملة على حاملي هوية زائر؟ إلى الآن بحسب استفساراتنا، أنا ذهبت شخصيا إلى الجوازات، أصحاب هوية زائر عليهم التجديد بحكم أنه طبعا وقفوا التجديد لفترة، والآن يدفع غرامة يمكن 400 ريال سعودي، وعليه أن يجدد ويكون أموره رسمية، ما فيش عليهم أي إشكالية. الإشكالية على الإخوة أصحاب الزيارات الحكومية الذين نزحوا من الحرب، وأنا أتمنى حقيقة ومن هنا ومن وعلى شاشة بلقيس أن تخصوا حلقة لأصحاب الزيارات الحكومية الذين تضرروا من الحرب ولجأوا إلى السعودية وتركوا منازلهم، وبعضهم مهدد بالخطر وبالتصفية أيضا إذا عاد إلى اليمن. هؤلاء اليوم أدرجتهم الحكومة السعودية من ضمن المخالفين الذين استهدفهم حملة وطن بلا مخالف، رغم أنه هناك تصريح من رئيس الجوازات في المملكة أنه يسمح لهم بالتجديد، ولكن السفارة اليمنية عن طريق السفارة اليمنية، ثم ذهب الكثير للسفارة اليمنية للحصول على مذكرة إلى الجوازات السعودية حتى يتم التجديد. وقفوا السفارة اليمنية تتحمل المسؤولية بتوقيف هذه المذكرات. هناك أكثر من 40 ألف اللي دخلوا في الحرب، هناك إعلاميين، هناك سياسيين، هناك ناس أخوانهم في الجبهات لا يستطيعوا اليمن. الآن الحملة تستهدفهم، وقد تم إلقاء القبض على البعض منهم الذين يشتغلوا بأصحاب الزيارات الحكومية. أنا أتمنى أنكم تخصصوا حلقة. أصحاب هوية الجزائر مشكلتهم الوحيدة هي أنه يتم نتمنى إعطائهم إقامة دائمة حتى يحق لهم الخروج والعودة وزيارة أهليهم. البعض أصبح له أكثر من سنتين لا يستطيع أن يرى أهله إلا عن طريق في ناس خمس سنوات وأربع وست. شكرا لك شعيب. اتصال آخر، صدام. أخ صدام أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام صدام، تفضل. مساء الخير أخي محمد وعلى السادة المشاهدين وعلى الجميع. طيب. بداية أقول إن شاء الله العلي العظيم أن يحفظ البلاد والعباد والنصر للأحرار والشفاء للجرحى والرحمة على الشهداء و طيب صدام شكرا لك، لكن عشان الوقت هناك اتصالات كثيرة. أنا حبيت إني أتكلم معك أخي محمد في موضوعين. أولهما حصل الأسبوع الماضي يعني أو عن برنامج الأسبوع الماضي يعني فاتني بدون ما يعني كنت فيه في الشغل كي لا بقدر. الشيء هو الموضوع حق البرنامج هذا. طبعا موضوع حلقة الأسبوع الماضي عن سعودة المولات، طبعا أنا أحد هذه الأشخاص يعني اللي في المولات، وطبعا حامل هوية زائر. طبعا أنا لا عندي لأي خلفية من الأساس يعني عن أي شغل غير شغالتي مثل هذا. طبعا في البداية جانا قرار تأنيث
وكنا يعني نحن اليمنيين من اكبر المتضررين من هذا النقطه. انا لا اتكلم يعني عن خارج، انا اتكلم على ما اشوف عندنا يعني جوا داخل المنطقه. طبعا الشيء الثاني بيجي هذا القرار الاخير اللي هو ساعدت المؤلف، يعني هيكون بمثابه الضربه اللي يعني تقصد ظهر البعير. طيب شكرا لك صدام. يعني والله العظيم نحن نفكر يعني باي بشتى الطرق وش البدائل عندنا. ما طيب عندنا ايش البدائل صدام في دقيقه؟ صدام في دقيقه بشكل سريع صدام، ايش البدائل التي هي امامكم الان؟ والله زي ما قلت لك يا اخي محمد، نحن والله العظيم نفكر بشتى انواع الطرق. ايش اللي بنشتغل فيه؟ لا اعلم يعني ايش بنصلح، يعني ايش اللي بنشتغل فيه؟ ايش عندنا يعني اللي باقي يعني باقي نحن نشتغل فيها، رغم ان بعض الاشياء ممكن باقيه لكن لا عندنا فيها اي خبره او اي يعني ما عندنا خلفيه عنها يعني. طيب شكرا لك صدام. شكرا لك. شكرا لك. اتصال اخر. ياسين السالمي، اهلا بك يا اخ ياسين. لا عادي احنا انتظرت وطولت المكالمه وكنا بنفكر ونستنى هنا. طيب ياسين انت على الهواء الان تفضل. طيب خليني اتصل عليك كمل وبعدين نتحاور طوال. يلا ياسين انت على الهواء واسمعني من التليفون لو تكرمت. طيب خليني اتصل عليك طيب بعدين نتحاور طوال عليكم. يبدو انه ما يسمعناش ياسين، شكرا لك ياسين. طيب تكمن مخاوف حاملي هوية زائر من الحملات الأمنية في المملكة العربية السعودية في أن قرابة 180 ألف منهم لم تسوى أوضاعهم حتى الآن، ويخشون أن تطالهم إجراءات الترحيل. فالمعلومات تفيد بأن 30% من حملة هوية زائر لم يحصلوا على الجواز اليمني، وذلك يجعلهم في حكم المخالفين. عن موضوع معاناة حاملي هوية زائر نستعرض بعض المشاركات. يعاني المغترب اليمني حاملي بطاقة زائر في السعودية صعوبات من حيث تجديد الإقامة ورفع رسوم الإقامة، وأنه لا يسمح لهم بالعودة إلى السعودية بعد أن يخرجون إلى اليمن. لذا نتمنى من إخواننا في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة أن يخففوا مثل هذه الصعوبات، وأن يباعدوا بين تجديد الإقامة فترة تجديد الإقامة، وأن يخففوا من رسوم الإقامة، وأن يلغى قرار عدم العودة بعد خروجهم لليمن ويسمح لهم العودة في أي وقت يريدون. يعاني المغترب في المملكة العربية السعودية الحامل لهوية الزائر من تقارب في تجديد إقامات الزائر وارتفاع رسومها من حيث التجديد من حيث تقارب فترة التجديد. فنتمنى من الجهات المختصة المملكة العربية السعودية تسهيل المعاملات وتقارب الفترات بين الزيارات بين تجديد الزيارات، وتسهيله في الخروج إلى الأراضي اليمنية من ثم الدخول بدون إلغاء الزيارة نظرا لما يمر به الوطن من اليمن. إذن تابعنا بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب لبعض الإخوة، بعض منهم كانوا في المملكة العربية السعودية وربما تم ترحيلهم. قبل أن نتواصل معكم استقبال اتصالاتكم مشاركاتكم، تعليقات وصلتنا عبر البث المباشر على صفحة قناة بلقيس. الأخ مسمي نفسه ششقي وشنديلك، الأخ يقول أصحاب هوية زائر الأغلبية كفلائهم فردي وليس مؤسسات، لذلك نرجو أن تكون خدمة أجير تشمل الفرد والمؤسسات. أما من جهة الوزير أعتقد أنه يقصد وزير المغتربين، والله لا يهمهم أي أمر من شأننا ولا يهمون إلا أنفسهم، عندما تخاطبهم لا يردون حتى في صفحاتهم سواء في السفارة أو القنصلية أو وزارة المغتربين، تستفسر عن شيء لا يتم الرد عنك، بالتالي هذا نحن نلحظه ونلمسه في وسائل الإعلام، لا تفاعل مع وسائل الإعلام للأسف حتى يشرحوا للناس ويكونوا قريبين من الناس. المعلومات تشير أن قرابة 3 ملايين مواطن يمني يتواجد في المملكة العربية السعودية، تقريبا 25% منهم دفعت بهم ظروف الحرب والانقلاب إلى النزوح القسري للمملكة العربية السعودية. عن ذات الموضوع تلقينا أيضا بعض التعليقات من المشاهدين عبر الفيسبوك، نقرأها. الأخ وليد يقول يجب استثناء المغتربين اليمنيين من القرارات التالية نظرا لوضع اليمن، يكفي ما يحصل في اليمن من دمار وخراب بسبب الحروب. تعليق آخر، الأخ أحمد يحيى يقول طال الفراق للأهل والولد، نأمل من المملكة العربية السعودية أن تمنح لمقيمي هوية زائر خروج وعودة. حسين بلال يقول هوية زائر الكثير منهم لم يوفق في تجديد، بعد منهم من لم يوفق
يوافق مستضيفه بتمديد أو تجديد إلا بدفع مبلغ، ومنهم من لم يوافقه الحظ بسبب ظروفه المادية، والكثير لم يجدد حتى الآن، ولكن لا يوجد أحد يوصل أصواتهم. أفيدوهم جزاكم الله خير. عن موضوع حاملي هوية زائر ومعاناتهم نستعرض أيضا مناشدة من أحد المغتربين حاملي هوية زائر، نتابع. ينبغي على الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يراعوا ظروف اليمنيين. نحن نعيش في فترة ربما هي الأسوأ في تاريخ اليمن، فعندما تتكالب هذه المشكلات من هنا وهناك، لا ننسى أن أكثر من 2 مليون داخل المملكة العربية السعودية يعولون أسر، وخروج أحدهم أو عائل لأسرة يعني خروج رزق لهؤلاء الأهالي الذين ينتظرونهم في اليمن. فيجب أن يكون هناك مراعاة فيما يخص قضية زائر بأن تمدد لهم الفترة، أو يراعوا بطريقة معينة، أو يستثنوا من هذه القرارات التي ربما نحن لا نتدخل في ما يعنينا أو ما يخص إخواننا في الخليج، أو ما لا نريد أن نتسبب في مشكلات لهم أو نعيق خططهم، لكن ينبغي أن نطلب منهم أن يراعوا ظروف إخواننا المغتربين هناك. أتمنى من الأخوة في المملكة العربية السعودية، وخصوصا في مثل هكذا وضع الذي تمر به اليمن، أن يراعوا أوضاع الناس، أوضاع اليمنيين. أغلب الأسر اليمنية مشردة في مشردة ومهاجرة إلى المملكة العربية السعودية. الإجراءات التي تقوم باتباعها في إقامة زائر إجراءات مكلفة جدا وصعبة، خصوصا على اليمنيين كون مواردهم بسيطة. إذن تابعنا بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. لدينا اتصال، الأخ أمين اليوسفي. نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أخ أمين، تفضل. طبعا الموضوع هذا كله والإجراءات التي وصلت لحد الآن، إن إحنا عملنا قطعنا جوازات وعملنا كل شيء، ما ينقصنا هو الآن إننا ننتظر القيادة الحكيمة إن تصدر قرار بتحويلها إلى إقامة إلى هوية مقيم. نعم، لأن إحنا الآن التجديد هذا يعتبر التجديد الرابع. تمام. أوكي. نعم، من إحنا لا نرفض إحنا عن نجدد التجديد الخامس بحكم الظروف الواقعة علينا، وبحكم المآسي اللي باليمن، وبحكم إن إحنا مش قادرين إن إحنا نرجع وشاركنا أسرنا هناك. الشيء إنه إن شاء الله إنه يحولونها الى هويه مقيم. طيب انت الان من حاملي هويه زائر تقول انك مشيت في الاجراءات واستخرجت جواز، المشكله الان اين هي المشكله؟ هل عند الجانب السعودي ام ربما تقصير من الحكومه والسفاره؟ اين هي المشكله؟ طبعا الجواب الاول والاخير تقصير من الحكومه اليمنيه بالمطالبه. اوكي، لانه الحكومه السعوديه هي اذا طالبوهم اكيد، لانه الامر ثاني وامر نافذ، لو حصل مطالبة أكيد بيطبق الأمر الملكي حسب الوعود. أمين؟ نعم أخي. أنا عندي صعوبة في الاتصال، يعني ما اسمعكش بشكل واضح، لو تعيد ما قلته الآن. يعني المشكلة تكمن أين؟ هل عند الجانب السعودي؟ من الجانب الحكومة اليمنية في المطالبة. مطالبة بماذا؟ مطالبة والمتابعة حول هذا الموضوع. طيب الان انتم الان في الدوره الرابعه ربما لتجديد هويه زائر، هل هناك تمديد خامس؟ هل ما زال المجال متاح؟ والله معلومات حول مواقع التواصل الاجتماعي انه في تمديد خامس، في تمديد لكن خامس، لكن مش بشكل رسمي. طيب متى سينتهي التمديد الرابع؟ طبعا التمديد الرابع سينتهي في تاريخ 25 رمضان 25/9، وبالتالي هناك مخاوف لدى البعض من ان تبدا الحملات الامنيه والمطاردات. نعم، 25 وحسب الحملة الأخيرة وطن بلا مخالف هي تنتهي في يوم 29 رمضان تبدأ الحملة. طيب لكن المتحدث باسم الجوازات السعودية يقول أن لا علاقة لوطن بلا مخالف بحاملي هوية زائر، وربما هناك هذا ما سمعنا. لكن أنت لما تحصل أنت أنك تكون حامل لهوية زائر وأنت منتهي عليك الإقامة أو هوية زائر، أشبه يكون موقف الإجراءات الرسمية هذه. طيب ربما من الآن حتى 25 رمضان يكون هناك معالجة للوضع، لا نستبق الأمور. نتمنى حتى ذلك. نتمنى ذلك. تمام. طيب شكرا جزيلا لك أمين. آخر اتصال لك هاني من هاني من جيزان، تفضل يا هاني. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام.
أخي لو سمحت، إحنا لنا أكثر من سنة حين استخرجنا الجواز، طبعاً مجددين أربع مرات. تمام. رحنا على أجير طلب منا إنه لازم تكون الجهة اللي تكفلك أو تخرج لازم تكون مؤسسة. تمام. إحنا مننا عدد كبير جداً يعملون لدى أفراد. كيف نقدر نجيب لهم مؤسسة وإحنا لدى أفراد؟ هذه مشكلة كبيرة عايقة علينا، احنا كيف يعني ما بنقدر نجيب لهم مؤسسة، احنا عدد كبير منا اشتغلوا عند افراد. طيب هذه هي المشكلة الوحيدة فقط؟ طيب مثلا خايفين اذا احنا طيب هاني حصلنا مؤسسات يمكن. طيب هاني بالنسبة لاخوتنا المغتربين حاملي هوية زائر الذين يعملون لدى مؤسسة واستخرجوا جواز دخلوا في نظام اجير واستكملوا المعاملات، هل صحيحت اوضاعهم؟ سمعنا بس انه تم تسجيلهم بس، اما ان في اخذوا استلموا الاقامات لا ما في. طيب شكرا جزيلا لك اخ هاني، والشكر ايضا موصول لكل من تفاعل تواصل معنا من خلال بث المباشر او الاتصالات بشيء ربما من التركيز في مشكلات المغتربين اليمنيين في المملكه العربيه السعوديه، ايضا ينكشف لنا جانب اخر من المعاناه هو سوء تعامل بعض الكفلاء، حد ربما يصل الى الابلاغ الكيدي ضد المغترب، واخرين يعتبرونها فرصه للتكسب من المغتربين اليمنيين بقبض مبالغ مقابل الكفاله الصوريه. عن موضوع الكفلاء وما يعانيه المغترب نشاهد نصيحه يوجهها مغترب يمني للمتابعين، ربما هذا الموضوع نخصص له حلقه من حلقات برنامج المنصه من الحلقه القادمه. نتابع. عندما تاخذ جوازك يا اخي وحبيبي في الله تبحث لك عن كفيل محترم، وعليك ان تشرط عليه هذا الشرط، تقول له إن لك الحرية في نقل الكفالة إلى شخص آخر في وقت طلبه ووقت إرادتك في الوقت المناسب لك، يكون هذا شرطك له. انتبهوا لا تتورطوا بالكفيل، بعض الكفلاء يطلع لك الضغط والسكر ويطلع لك البواسير ويطلع لك الأشياء التي ليست موجودة فيك، والله إن هذه حقيقة وحاصلة، بعض الناس تورط بكفيل وهو الآن في. هذه كانت ربما نصيحة ومشاركة لأحد المغتربين، ربما هو يتحدث عن أنك تذهب وتبحث وتختار كفيل مناسب لشروطك، ربما كلام ربما قد يكون مجافي للواقع، ربما يعني أنك تتشرط تبحث عن كفيل. هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة سنبحث في إحدى الحلقات القادمة من برنامج المنصة. شكرا لتفاعلكم وتواصلكم معنا، ونعدكم دائما بأن يظل المنصة صوتكم الذي يعبر عن قضاياكم، ونؤكد دائما أن المنصة لنا بالقيس صوت اليمني. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج، معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا ومعه الأخ عمر النهمي، شكرا جزيلا لكم.